انتوا عارفين ايه هو افضل وقت لترطيب البشره؟ طب انتوا عارفين ايه هي فايده الترطيب؟ ده موضوع الفيديو بتاع النهارده. ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. لو انتم مهتمين بالموضوع عايزين تعرفوا كملوا معايا الفيديو للاخر. اول حاجه، الهدف من الكريم المرطب او الفايده اللي هو بيعملها في بشرتنا ان هو بيجمع قطرات الميه اللي موجوده على البشره من بره، او كمان الميه والسوائل اللي موجوده جوه قوام الكريم نفسه، ويحبسها جوه مسام البشره ويقفل عليها المسام، فبالتالي بيخلي شكل البشره مترطب، ومع الوقت بيخلي شكل البشره صحي اكتر، وبيقلل من الجفاف بتاع البشره اللي ممكن بعد كده ان هو يسبب خطوط تعبيريه او تجاعيد في البشره او سقوط كمان للجلد. فعلشان كده افضل طريقه نستخدم بيها الكريم المرطب عشان نشوف منه افضل نتيجه هو ان احنا نكون بنلين وشنا قبلها، علشان جزيئات الكريم تاخد الميه اللي احنا حاطينها على وشنا، كمان الجزيئات بتاع الميه الموجوده جوه الكريم نفسه، وكلهم يدخلوا جوه مسام البشره. وكمان الكريم فيه زي طبقه قابضه لمسام البشره، فبعد ما بتدخل كميه الميه دي جوه بتقفل عليها المسام، فبتحافظ على الميه جوه البشره وبتخلي البشره مترطبه اطول فتره ممكن. فعشان كده افضل 3 اوقات نرطب فيهم بشرتنا. اول وقت هو بعد غسل البشره بالغسل، لان في الوقت ده بتكون البشره نظيفه جدا وكمان مبلوله، فنستفيد ان مفيش اي جراثيم او بكتيريا بتدخل معانا جوه المسام مع الكريم، وفي نفس الوقت نستفيد ان البشره بتاعتنا تكون مبلوله. فمجرد ما نغسل وشنا ونسق وبشرتنا تكون لسه مبلوله بعد ما شطفنا الغسول، نحط على طول الكريم المرطب ونسيبه شويه. بعد 2-3 دقايق بالظبط هنحس ان هو الميه كلها اللي على وشنا البشره بتاعتنا امتصتها، وبرده الكريم امتص. تاني وقت مفضل فيه ان احنا نرطب بشرتنا هو بعد الشاور، لان في الوقت ده بتكون المسام بتاع البشره مفتوحه، كمان البشره نظيفه وبرده منديه شويه او الجلد مبلول حبه، ففي الوقت ده برده بيكون مفضل جدا الترطيب علشان نقفل المسام وندخل الميه فنزود نسبه الترطيب جوه البشره. ثالث وقت مفضل فيه الترطيب هو قبل النوم، لان فتره النوم الفتره دي الخلايا بتاع الجلد بتعمل تجديد لنفسها، فلما يحصل عمليه التجديد دي والبشره مترطبه ده هيساعد ان مظهر الجلد يكون شكله صحي وجميل اكتر، لان الخلايا الجديده اللي بتطلع بتلاقي ترطيب فبتطلع شكلها شبابي اكتر. وكمان لان فتره النوم هي اطول فتره البشره بترتاح فيها من الاشعاعات اللي ممكن تكون موجوده في الجو او النور او كمان الهواء عامه والاتربه، فالبشره بتكون مستريحه وبتكون بتعمل تجديد لخلاياها، تجديد ذاتي لخلاياها، فالوقت ده بيكون مفضل جدا فيه الترطيب ان انت ترطبي قبل ما تنامي علشان تصحي بتلاقي بشرتك متجدده خلاياها وشكلها نضر وجميل جدا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتنزلوا اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وكمان تنزلوا على الكومنتس اكتبوا لي اي تقييم ليكم او تسالوني اي سؤال، هرد على كل الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. سلام.